سي حسين تنتظرنا فرحة يوم السبت المقبل ألا وهي المباراة الصعبة والشيقة التي ستقام بأبيجان العاصمة كوت يعني أشنو يمكن لك تقولين على هذا اللقاء الحاسم ضمن إخصائية كأس العالم روسيا بين المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإيفواري وأنا أنا جد متفائل وأظن أنه الفال الأول أو الخير الأول هو اللي حقه لنادي الوداد أنا أظن أنه اللاعبين ديال المنتخب إن شاء الله ولا المكتب يعني الجامعي ولا الصحافه الحمد لله يعني يعني ستتنقل لابيجو وهي يعني من الناحيه النفسيه يعني مرتاحه مرتاحه بعض الشيء يمكن ماشي كليا ولكن مرتاحه بعض الشيء لانه لو قدر الله انه الوداد يعني انهزم في المقابله ديال السبت الماضي ربما كان ستكون نكسه نكسه يعني كرويه ولو انه الحظوظ ديال المنتخب حظوظ اللي هي وافره وقويه جدا ولكن انا اظن ان الوداد الوداد يمكن فرش هذاك هذاك <applause> <applause> عطى هذيك هذيك النكهه الاولى اللي محتاجه ولا داك التسخين الاول ديال التواجد في كاس العالم احنا دائما ان شاء الله سنكون وراء المنتخب وكنتمنى وغادي نصليو والدعوه ديالنا دار مع البركه البركه ديال السبت الفايت تنتمنى ان شاء الله انه المراد يتحقق وان شاء الله نكون موجودين في كاس العالم